حلقة سمك الأنفوشي واحدة من أقدم حلقات السمك في مصر، ابتدى البيع فيها سنة 1834، يعني بقالها النهاردة حوالي 188 سنة وهي دايرة شغل بيسعى فيها ناس كتير، صيادين ومراكبية وتجار وعمال وأرزقية، تجارة مربحة وكله بيجري على أكل عيشه. وفي حلقة السمك كل يوم مزاد علني لبيع السمك ده، المرجان والمغازي، البربون والجمبري، القاروص والوقار والبوري البحري والمزارع وغيره وغيره، حتى المجمدات بتتباع هنا، والسمك بيجي من السويس ومن رشيد ومن كل المحافظات، مش بس اللي بيصطادوه من مينا اسكندرية. وإن كان في البحر كل السمك بيعرف يعوم، هنا على الميزان كل نوع وله سعر. عم عصام، دلوقتي اسلام قال لي احنا بنبيع بشكل اعراف. ايوه. ما بيحصلش مشاكل في المزاد مثلا على مزايدات، بيحصل مشاحنات، تاجر صغير يحترم التاجر الكبير؟ قولي على عرف التاجر ولا البياع حضرتك؟ لا انتوا بينكوا جوه، كل واحد في حاله، كله في حاله، كل واحد في حاله، محدش هيحتك بحد. اسلام انت لما قلت لي ان عم عصام وقفك على رجليك، لو قال لك ما تبيعش ده اعمل ده، تسمع كلامه؟ او لما كنت بتتعلم في الاول حضرتك، احنا لازم، احنا الصغير هنا في حاله زي احنا قلنا مبنيه على اعراف، ليا عرف ما بين بياع، وليا عرف مع صياد، وليا عرف مع تاجر. فهنا عندي الصغير لازم يحترم الكبير، لازم احترمه. التاجر زميلك، اسمع كلامه، او البياع اللي بيشتري منك، او الصياد اللي انت بتتفق معاه. تمام، ده لازم كل واحد، يعني احنا عندنا بالنسبه لنا احنا كتجار، كذاكر زميلي، انا لازم احترم كلام الكبير. يعني حتى لو تاجر زميلي، مش طبعا مع احترامي للحاج عصام، لو تاجر زميلي جه يعني قال لي على حاجه ما ينفعش، يعني ما ينفعش، بنحمي بعض. والفلوس هنا انا شفت، عشان احنا معطلينكم مثلا، الشغله دي مثلا بفلوس ب 1000 جنيه. أيوة. قلت له انا هبعتها لك، بيبو ايد 5000 جنيه هبعتها له. مش لاي دي حد. كلمه انا أيوة. ببيع بالكلمه بس مش لاي حد، دي كلمة واحدة. ما بيبقاش بورق. كل الناس بتبيعين كلها بتشتري اللي انا عارفه. طب ما دي اعراف برضه، لو حد ذمته نص نص ما يكملش هو هنا. لا بصي، هو حضرتك، هو العرف، العرف مبني ازاي؟ بقسم مادي وقسم معنوي. قسم مادي ان انا ببيع بالاجل، تمام؟ باتفاقات معاهم الى مدة معينة وباخد فلوسي. فلازم برضه البياع يكون قبل عن جد. طبعا، عشان هو لو ما ادكش فلوس انت مش هتعامل معاه تاني. ايوه ايوه، مش اي حد معنوي يشتري. الجزء المعنوي في العرف اللي هو فيه قوه الزاميه، قوه الزاميه اللي انا بعمله ده قانون. طبعا لو انا غلطت او البياع غلط، في عارف ان هو كده هيخضع لحاجه الزاميه، لينا حكم علينا هنا. ليه كبير يقول له انت تعمل كده؟ بالظبط. وعشان كده لازم يبقى ابا عن جد، او يبقى معروف عشان يبقى ليه ماسكه. ايوه ايوه، لان الانسان الجديد ده ملوش ماسكه، هتجيبه منين؟ الجديد ببيع له بالنقديه كاش. والحمد لله، يعني كلنا اخوات هنا، وكلنا لازم كلنا نحترم بعض. طب انتوا ولادكم، يعني انت تحب ابنك الصغير تقولي بيفهم دلوقتي، بيقول عايز ياكل دمه، مش عايزين ناكل سمك، لا. أيوة. عايز ياكل بربوني، عايز ياكل وقار. عمر، ابنك مهما اتعلم عايز تشغله معاك هنا؟ انا كاسلام مثلا، انا مش حابب، مش حابب، مش حابب، حاسسها صعبه. بس هو لو حب، انا ما اقدرش اقف قدام رغبته. يعني انا والدي ما كانش حابب، بس انا حبيت الشغل، فهو ما وقفش قدام رغبتي. اسلام كان بينزل مع والده يقف كده مع السمك ويتفرج ويبيع وكل ده، بس والده فعلا كان عايزه يتعلم. حلو. حلو، العالم حلو، بس هي صنعتنا زيها. بس انت ابنك، انت قلت لي ابنك واقف معاك. ابني واقف معايا وبيشتغل. لا. وبيحب الشغلان. بيحب الشغلان. عشان بس الواحد يحس ان في استمراريه. انا شخصيا احب عيالي يطلعوا بحاجه انا يا ابوهم بنعملها، انبسط. ما هي صح. هي 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 الحياه كده. دلوقتي لو انا وقفت جنبيكم وقلت للشعب ده، يبتدي يجي يمد ايده وياخد بتاعه. ايوه اعمل كده. اتفضلي، هاجي اقف جنبك. يلا كريم، محمد، هدى، ده تبع الراجل ابو 1000 جنيه. البني وانا كان 1000 جنيه له قرايب. كيلو بربون ده جيل عم حمدي، احطه هنا على الكرسي. دول عند اسلام ان شاء الله. يلا كريم، يلا كريم. خلاص راح لحاله. كابوريا نتي دي بتاعت دول على المخزن. دول على المخزن ده هياخده بكره. خلاص انا حفظت حد. الباقيين ماشي. انا حفظت السعيدي ده بكره. الثلاجه محمد عادل، التلاجة حودة، ده الموسى هيروح التلاجة لأنه جاي أصلاً من التلج، ما عملناش في حاجة.
والباقي ده بولتي. بولتي بحري مش زي بولتي النيلي. ده بولتي بتاع مزارع الجيش. بولتي مزارع. يلا كريم. والناس هنا ممكن ياكلوا سمك في رمضان عادي مش من 3 رمضان بنقول لحضرتك من 3 رمضان. هو السمك بنعمله الناس اللي بتاكل سمك في رمضان. هو موسم يعتبر موسم السمك بتاعنا في السنه رمضان وليد. ده الموسم بتاعنا طول السنه. ده اكتر وقت السمك بيكلى فيه. فعلا. احنا العيد ما عندناش اجازه. احنا ما عندناش اجازه غير في العيد الكبير بس اول يومين. عشان الدبش. بس. انما العيد الصغير ما بناخدوش اجازات خالص. بس يعني بصراحه وانا داخله الصبح الحلقه من احلى المناظر اللي جات لي في حياتي خصوصا ان انا من بحري. النهارده الشغل خفيف صح يا اسلام؟ النهارده شغل خفيف جدا. طيب احنا عشان ما تنسوناش زي ما انا مش هنسى اليوم ده ابدا معانا فنان زميلنا اسمه عبد الله بيعمل بورتريه لابطال الحلقه. فانتوا هيدي لكم صوره تفتكرونا بيها لما نمشي. اتشرفنا والله. وانا يعني مشكره جدا افضلكم ومبسوطه جدا اني قابلتكم النهارده. ربنا يوفقك يا اسلام. ربنا يخليك يا عم عصام. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. مع السلامه. اتفضلي مع السلامه. من قبل ما الفجر يشقشق ولحد نور الشمس ما بان الصيادين جوه الحلقه وكل واحد له دكان. تجار ولينا اصول الكل لازم يلزمه وان الكبير له هيبه ووزن لازم الصغير يفهمه وكل ورد وليه زبونه والرزق لا ما فيهوش حيله ولاننا توكلنا على الله فكلنا اهل وعيله.